بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء بالفرقة الأولى شعبة علوم الحاسب، كل عام وأنتم بخير، ويا رب يكون عام يعني سعيد عليكم جميعا أنتم وأسركم إن شاء الله. يعني بأكد تاني عليكم في نهاية آخر محاضرة إن إحنا معتمدين اعتماد كلي على بنك الأسئلة اللي معاكم محلول، نذكره لحين انعقاد الامتحان في أي وقت. يبقى انت معاك بنك الاسئله وتعتمد عليه اعتماد كلي، ولا تلتفت او تسمع لاي كلام حد تاني خالص مهما كان. النهارده هنتكلم على الفصل الاخير اللي هي المعادلات التفاضليه differential equation. بنقول المعادله التفاضليه هي معادله تحتوي على تفاضلات، اي انها علاقه الداله اف بين المتغير المستقل اكس والمتغير التابع واي وتفاضلات واي بالنسبه لاكس. احنا بنقول معادلة يبقى فيها علامة اليساوي، تفاضلية يبقى علاقة ما بين المتغير المستقل x المتغير التابع y تفاضل y بالنسبة ل x. طالما المعادلة فيها تفاضلات يبقى اسمها معادلة تفاضلية. تعريف 2، رتبة المعادلة التفاضلية هي رتبة اعلى مشتقة بالمعادلة، والصورة العامة للمعادلة التفاضلية من الرتبة ان هي المعادلة التفاضلية هي دالة فيها المتغير المستقل x والمتغير التابع y ومشتقات واي بالنسبه لاكس، واي داش تبقى معادله تفاضليه، فيها واي داش واي دبل داش يبقى برضه معادله تفاضليه، يبقى على الاقل فيها مشتقات واي بالنسبه لاكس وليكن واحده بس، نقدر نقول عليها ان هي معادله تفاضليه. تعريف 3، درجه المعادله التفاضليه هي اس اعلى مشتقه بالمعادله، اس اعلى مشتقه بالمعادله، يبقى الرتبه هي اعلى مشتقه بالمعادله، انما الدرجه اس اعلى مشتقه بالمعادله. فمثلا لو عندي معادلة زي المعادلة دي y by the x minus 3y equal x e اس x plus 5، المعادلة دي معادلة تفاضلية. ليه قلنا تفاضلية؟ لانها فيها ال y وال x ومشتقة y بالنسبة ل x، لكن لو مشتقة y بالنسبة ل x مش موجودة ما اقدرش اقول انها معادلة تفاضلية، تبقى معادلة عادية. فهنا المعادلة دي رتبتها ايه؟ احنا قلنا الرتبة هي اعلى مشتقة، هنا المشتقة دي y by the x هي المشتقة الاولى، اما الدرجة هي اعلى اس الاعلى مشتقة، انا ما عنديش غير مشتقة واحدة اللي هي دي واي باي دي اكس، فاس دي واي باي دي اكس اسه كام؟ واحد. فالمعادلة دي هي معادلة تفاضلية من الرتبة الاولى والدرجة الاولى. اما المعادلة دي 2 واي باي دي اكس تربيع ناقص 7 دي واي باي دي اكس زائد 6 واي يساوي سين اكس، ايضا معادلة تفاضلية لانها تحتوي على الواي والاكس ومشتقات واي بالنسبة لاكس. طيب رتبة المعادلة اعلى مشتقة، دي اسمها المشتقة الاولى، دي y by x اسمها المشتقة الاولى، دي 2 y by x تربيع اسمها المشتقة التانية، فالرتبة هي اعلى مشتقة، يبقى الرتبة ايه؟ الرتبة الايه؟ التانية. طب والدرجة هي اعلى اس الاعلى مشتقة، اعلى مشتقة دي اسها كام؟ اسها واحد، يبقى المعادلة دي من الرتبة التانية الدرجة الاولى. بالنسبة للمعادلة دي طبعا اعلى مشتقة دي 2 y by x يبقى هي معادلة من الرتبة التانية. طيب والدرجة اعلى اس الاعلى مشتقة، الاس بتاع اعلى مشتقة كام؟ 2، يبقى دي معادلة من الرتبة التانية والدرجة التانية. المعادلات التفاضلية عندي بتنقسم لنوعين من المعادلات، معادلات تفاضلية عادية تحتوي على تفاضلات عادية، ومعادلات تفاضلية جزئية تحتوي على تفاضلات جزئية. اللي لازم نقول ايه؟ عندي دالة في اكس وواي فانا عايز افاضلها بالنسبة لاكس، يبقى التفاضل اسمه تفاضل جزئي، تفاضل جزئي بالنسبة لاكس او تفاضل جزئي بالنسبة لواي. حل المعادلة التفاضلية هو دالة واي تساوي واي اوف اكس، بحيث ان هذه الدالة تحقق المعادلة التفاضلية. يعني لما اجي افاضل الواي ده الحل، وعوض في المعادلة الاقي الطرفين ايه؟ الطرفين متساويين. تمام؟ طبعا كان ده كله جزء نظري، احنا عايزين مثال. اول طريقة هناخدها لحل المعادلات التفاضلية هي طريقة فصل المتغيرات، ان انا اخلي الاكس في طرف والواي في طرف. لو قدرت اعمل كده هنجري عملية التكامل، يبقى انا قدرت احل المعادلة التفاضلية. يبقى اول حاجة عندي هنا في حل المعادلة التفاضلية هي طريقة فصل المتغيرات. فمثلا عندي معادلة اللي قدامك دي، دي واي على دي اكس يساوي اكس زائد كوزين اكس على واي تربيع، دي معادلة تفاضلية. طيب عشان احلها اول حاجة افكر فيها طريقة فصل المتغيرات. بتتم ازاي طريقة فصل المتغيرات؟
بتتم ان انت لو قدرت في المعادلة اللي قدامك تخلي كل اكس في طرف وكل واي في طرف، يبقى انت كده فصلت المتغيرات. حتى من اسمها فصل المتغيرات، المعادلة هي معادلة في اكس وواي، فلو خليت اكس في طرف وواي في طرف يبقى انت عملت فصل المتغيرات. اللي فاضل شيء بسيط جدا، هعمل عملية التكامل، هكامل الطرفين، هقدر اطلع حل المعادلة الايه التفاضلية. تعال نشوف المعادلة اللي قدامي ديت، دي واي على دي اكس او اكس زائد كوزين اكس على واي تربيع. لو انا ضربت طرفين في وسطين هيبقى واي تربيع دي واي هيساوي اكس زائد كوزين اكس دي اكس. طب اما ابص لهم كده الاقي الواي في طرف والاكس في طرف، ايوه الواي في طرف والاكس في طرف، اقوم احط علامه التكامل دي وكامل. الواي تربيع لما كاملها تبقى واي تكعيب على 3، الاكس لما كاملها هيبقى اكس تربيع على 2 زي ما خدنا التكامل المحاضره اللي فاتت، بضيف على اس 1 بس مع اس جديد. تكامل الكوزين بساين زائد ثابت التكامل، وبعد كده اضرب في 3 يبقى الواي تكعيب بيساوي 3 على 2 اكس تربيع زائد 3 ساين اكس زائد 3 سي، وممكن اخد الجذر التكعيبي ويبقى حل المعادله هو واي يساوي جذر التكعيبي لكل الايه لكل الرايت هاند ساين. سؤال تاني، اثبت ان حل المعادله التفاضليه ده يعطى بالعلاقه دي. طيب ده المعادله التفاضليه، قلت اول حاجه افكر فيها هل يمكن فصل المتغيرات. هقول اجي لاحظ ان هنا 1 زائد اكس واي دي اكس، 1 ناقص واي اكس دي واي يساوي 0. اول حاجه يا جماعه اعملها ان انا هقسم على اكس واي الطرفين. لما اقسم على ده على اكس واي هيبقى 1 زائد اكس على اكس والواي تروح مع الواي، وهنا لما اقسم على اكس واي الاكس تروح مع اكس يبقى 1 ناقص واي على واي. طبعا شيء يساوي طبعا عندنا علاقه زائد يساوي 0. هودي الكلام ده، هفصل بقى المتغيرات، ده مقدار كله في اكس وده مقدار كله في واي، هودي الواي الناحيه الثانيه باشاره او سيبها زي ما هي. طب مش مشكله عادي يساوي 0. هبدا اجري عمليه تكامل طالما عندي مقدار كله في اكس ومقدار اخر كله في واي تساوي 0. التكامل 1 على اكس يعني 1 على اكس زائد اكس على اكس بواحد، يبقى اكتبها 1 زائد 1 على اكس دلتا اكس، وهنا 1 على واي ناقص واي على واي اللي هي بواحد دي واي. لما اجي اعمل عمليه التكامل، تكامل 1 باكس وتكامل 1 على اكس بلين اكس، تكامل 1 على واي بلين واي، تكامل سالب 1 بواي. احنا كنا قايلين تكامل الثابت بثابت في المتغير، وانا هنا بكامل بالنسبه لمين؟ بكامل بالنسبه للواي. وهنا 1 على واي البسط المشتق للمقام، يبقى التكامل يساوي لين المقام، عشان كده قلنا لين واي يساوي المفروض احط ثابت التكامل اخترناه هنا بلين سي عشان طبعا احصل على الحل بالطريقه اللي هو مديهاني دي. لكن طبعا لو حد حطه سي بس طبعا الحل صحيح برضه، لكن هو عاوز شكل معين، فلين سي ايضا كل يعتبر ايضا برضه ايه ثابت. فهنا من خواص اللين، لين اكس زائد لين واي هي لين الضرب لين اكس زائد لين واي، لين اكس في واي. طبعا اكس ناقص واي وده الناحيه الثانيه تبقى واي ناقص اكس، تمام. وهنا لين الضرب لين الجمع برضو هو لين الضرب، وبالتالي احصل على ان اكس زائد اكس واي طبعا هنا هنقول يا جماعه دي هتبقى لين اكس في واي. ممكن احط اللين ثابت ده برضو بناقص سي ناقص لين سي، اشتم هنا موجب سي، وهنا اقول ايه لين الجمع هو لين الضرب يبقى لين اكس سي اكس واي سي اكس واي، ولين سي اكس واي يساوي واي ناقص اكس. يعني كما لو كنت هقول لين اكس واي هي عباره يعني الاكس واي سي هيبقى عباره عن اي اس واي اكس اي اس واي اكس، تمام. وفي النهايه اقول ان الاكس واي ممكن اقسم على السي او اعتبرها رمز تاني سي داش، يبقى 1 على سي داش هي السي برضو كله في النهايه ثابت اي اس واي ناقص اكس. لو حطيت الواي والاكس بواحد والاكس بواحد زي ما قال لك هتحصل على قيمه السي بواحد، وبالتالي تبقى الاكس واي يساوي اي اس واي ناقص اكس، تمام. ما
بعد كده ناخد النوع الثاني. انا بس كان يهمني حل المعادله طريقه فصل المتغيرات. النوع الثاني حل المعادله المتجانسه. المعادله المتجانسه معناها ان انا عندي معادله في اكس وواي مش قادر افصل اكس عن واي. المتجانسه معناها في نسيج مش قادر افصل اكس عن واي. مش قادر افصل اكس عن واي، يبقى بناخد لحل هذه المعادلات المتجانسه بنضع الواي تساوي اكس في اكس في في. الواي تساوي ايه؟ اكس في في. وطبعا المعادله التفاضليه فيها واي داش، يبقى انا هفاضل الواي، تفاضل الواي بواي داش. تفاضل ده حصل ضرب دالتين زي ما خدنا قبل كده، الاولى في مشتقه الثانيه يبقى اكس في داش زائد الثانيه في في مشتقه الاولى، مشتقه الاكس بكام؟ بواحد. يبقى الواي داش هي عباره عن اكس في داش زائد الفي. بعد كده نعوض في المعادله التفاضليه اللي قدام اللي هي مدهنا حلها. وفي النهايه بعد ما اعوض بهذا الفرق هحصل على معادله في اكس وفي. في اكس وفي دي بالطريقه دي هنقدر نعمل لها عمليه فصل متغيرات زي الطريقه السابقه. هقدر اكمل بعد فصل المتغير وبعد كده استبدل كل في بواي على اكس، كل في بواي على اكس. تعال نشوف مع بعض مثال اول الحل العام للمعادله التفاضليه. معادله بالصوره دي طبعا لو انا قلت لك افصل اكس عن واي، انت عندك اكس مضروب في واي، صعب انك تفصل اكس عن واي. اول حاجه اخلي الدي واي على دي اكس لوحدها في طرف عشان ده تبقى الواي داش، هقسم على اكس تربيع بالشكل ده. هناخد التعويض واي يساوي اكس في، يبقى واي داش هتساوي اكس في داش زائد في. هبدا اشيل الواي داش واحط اكس في داش اللي هي دي في على دي اكس يساوي طبعا واي داش هي اكس دي في على دي اكس، اكتب معايا زائد الفي دي. ده الطرف الايسر. الطرف الايمن اكس تربيع زائد اكس واي، الواي هشيلها واحط مكانها اكس في، تبقى اكس تربيع في زائد الواي تربيع، يبقى اكس تربيع في تربيع. بشيل كل واي واحط مكانها اكس في، وكل واي داش احط مكانها اكس في داش زائد في. تمام؟ على تحت اكس تربيع، هتلاقي تلاحظ ان فوق اكس تربيع قطعه مشترك هنقسم عليها. وبعد كده هنا في اما اوديها الطرف الثاني هحصل على المقدار ده وابدا اعمل عمليه فصل متغيرات. يبقى الدي في على واحد زائد في تربيع هيساوي دي اكس على اكس زائد لين سي. تكامل ده دي في على واحد زائد في تربيع هو تان ماينس 1 في، لان انت لو لاحظت في التفاضلات داله تفاضل التان ماينس 1 هي واحد على في تربيع. وتكامل دي اكس على اكس هي لين اكس، وهنا لين سي حاصل طبعا جمع يبقى لين اكس سي، والفي هي يساوي واي على اكس. يبقى التان ماينس 1 هشيل في واحط واي على اكس، واي على اكس يساوي لين اكس سي، تبقى الواي تساوي اكس تان لين اكس سي. مثال اخر عين حل المعادله التفاضليه الاتيه. طبعا برضه ما اقدرش افصل اكس عن واي، فانا هاخد التعويض واي يساوي اكس في، يبقى الواي داش اكس في داش زائد في. يبقى هشيل الواي بعد ما اقسم طبعا على 2 اكس، يبقى اكس في داش زائد في هيساوي هشيل الواي واحط مكانها اكس في، يبقى اكس تربيع في تربيع ناقص اكس تربيع على 2 اكس. والواي طبعا هنا واي، هنا دي اسمها المعادله 2 اكس واي، بس الواي يعني خطا مطبعي. فلما نقسم على 2 اكس واي، عشان كده موجوده هنا 2 اكس واي اهي، وهنا 2 اكس واي اهي، فشيل الواي واحط مكانها اكس في، يبقى 2 اكس تربيع في. الاكس تربيع تروح مع اكس تربيع في البسط، يبقى لك في تربيع ناقص 1 على 2 في. ودي الفي الناحيه الثانيه الطرف الثاني بالشكل ده، هنحصل على فصل بقى فصل المتغيرات. اقدر افصل متغيرات في طرف واكس في طرف. تكامل 2 في على 1 زائد في تربيع دلتا في. البسط مشتقه المقام زي ما خدنا قبل كده، يبقى لين المقام لين 1 زائد في تربيع هيساوي دي اكس على اكس، اللي هو البسط مشتقه المقام، يبقى لين اكس زائد لين سي. يبقى لين اكس في 1 زائد في تربيع يساوي لين سي. وبعد كده استبدل الفي بواي على اكس، احصل على الحل المعادله التفاضليه. مثال اخر اهوت، سيبه لك انت حله. دي واي على اكس يساوي اكس ناقص واي في واي على اكس تربيع بنفس الطريقه. بعد كده المعادله التفاضليه التامه ان شاء الله رب العالمين، ان قدرنا الحياه في الفصل الثاني نبقى ناخد المعادله التفاضليه التامه. ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.